جهة اهتمامنا بقضية التراث ذاتها، وجهة العلاقة الوثيقة التي قامت بيننا وبين الرابطة المحمدية للعلماء، وجهة حضوركم جميعا لهذا اللقاء الذي نعول عليه كثيرا. بالطبع في مثل هذه المواقف الإجرائية أو البروتوكولية التي يفترض فيها أن نتحدث في كلمة افتتاحية تضمن ذلك، أن شعور صاحبها يفرض عليه أنه يجب أن يصل إلى الغاية من أفضل طريق وهي أفضل وقت. وهذا طبعا يلقي عليه ريئا ثقيلا ينمو به. وشعورا آخر أيضا لدى المتلقي بأن المسألة ليست سهلة بعد، فما هو إلا باب نفتحه لنلجأ إلى القضية الأساس، قضية البحوث والموضوعات التي تطرح في مؤتمرات الفرع. لذلك فإني أعتذر إليكم مقدما إذا ما صليت أو قصرت، فما أوصلت الفكرة إليكم. فصاحب الفكرة أبدا كما الفكرة ذاتها محاصرة بما حصرت فيه، والأمل في سعة الصدر وفي اتساع الأفق، وأيضا في العربية تلك التي حملت التراث والتي تملك القدرة على البيان والتكثيف واختصار المعاني فيما قيل عنه في سياق آخر.